خايفين؟ لا انت عامل بروفا على الهواء قبل. لا بس انه بضل الهواء له ما بعرف هيك له رهبته. له رهبته. من سنتين لليوم تغير هالشيء؟ اي ده اكيد ما تغير ضل زاد انا بس بضل في الرهبه كل ما تفوت على البلاتو. هلا بدي بس شوي لروق انا مين ام الياس؟ والله يا علمي علمك مالك معك ابو الياس بس ام الياس الله كريم. ليش ما بتحب تحتفل بعيد ميلادك؟ ما بتصدق صار عمري 31 سنه تقريبا ولا مره بذكر انه انا عامل عيد ميلاد. مش ل بعرف هالشخصيه الغريبه انا بزعل بنهار عيد ميلادي. تزعل؟ ايه. ليش؟ عم نكبر صدقا. محله الواحد يكبر بعدك معزب على الشباب. ليك بس قطعت ال 20 حسيت بلشت. شو بدك تترك لروجيه؟ كمان زعل مع ولا دول زعل مع ندف ولا لا عم بصير كثير كبير. انت جاي تفصل ولا جاي؟ ليك انا عاد رايي خيي على ال 60 بيمشي حالك ما تعرف نصيف نصيف صراحة بتخاف من العمر ولا بتخاف من المستقبل؟ شو مخبي لك؟ من اثنين بيخوفوا العمر بعرف انا رغم انه بعد هالعمر دائما بدعي انه انا الله يخليك طول عمرك انه حققت اشياء ما كنت يمكن تحلم او الحمد لله. او حدا بيحلم انه يحققها مثل بس انا حلمان بعد حلم بنجاح. غير هول كلهم انا بحلم اعيش للمية مثلا هيك للمية طبق على المية و... مية؟ مية انت شايف الناس اللي عم بتخاف من العمر بدي مية لا مش رح تتذكر بوقت قد لا انا الله يعطيني ما عليك دخيلك انا مبسوط انا على عقلاتي براسي انه انا للمية اذا الله راح جبت كادو بتجيب كادو لحالك؟ ايه عن جد؟ شو بدي وتتفاجئ وقتها تفتح الكادو ولا بتوع لا بس انه بهدي حالي شو بدي حالك السنه؟ سياره واو شو السيارة؟ خلص جبت سيارة لك شو هي؟ هديك سمين؟ خلص ولا برافو سيارة سبور؟ سيارة سبور؟ أي نوع سيارة بتحب؟ السرعة ولا الفخامة؟ لا ال فخامة السرعة لا السرعة ما بحب السرعة لا فخامة السرعة يعني صار بال 400,000 يعني احنا شو عم نحكي؟ ما بحب كثير السرعة مش وشو معلق هون؟ هيدي اللمبة ليش؟ لأنه ما في كهرباء هيدا اللوجو تبعي لأنه ليه اللمبة؟ لأنه فيها فكر لأنه فيها نور مين هديك اياها؟ مين هديك اياها؟ حدا كثير عزيز عالبي لمبة لمبة عادة او نور معلي خليني مرق له سؤال عسيرة اللمبة يعني لانه النور واللمبة عند الفلاسفة القدامى يعني هو دليل معرفة دليل الحقيقة هذا التفسيرة دولي ما كان انت بالنسبة لإلك الضوء الضوء قديش بتخاف يحرقك وامتى ممكن يحرقك؟ تطفي اللمبه طول ما انا ناوي على الخير وناوي انه انا ضلني مستمر بهالمهنه بكل جديه ان شاء الله ما بتطفي تطفي سوا بلكي بس نصيف لمبتك هي حنجرتك ولا عقلاتك والله الاثنين اوف صدقني انا الشركه انا ميوزك از ماي لايف ووتري بقول لهم ماضين مع صوتي ومع راسي كمان بس قصدي انا الضو يحرقك الضو يعني يحرقني. شهره يعني تكبر الخسه ليه ما طار طير وارتفع الا كما طار طير برافو ان شاء الله تضلك فوق نصيف ليه بيسموك طفره بالعيله لانه ما في حدا بيغني ما حدا من العيله بيت زيتون ما من وين ورتان الصوت الحلو ورتانه من اخلاق بي واخلاق امي اوه الله مين بيغني رح نعمل كاستنج لايف على الهواء هالمره رح تكبني برا انت اليوم بمسلسل ودورك بطل وجغل عم بتلطش ليلى بن خليفة لا كتبنا لك السكريبت هون مثل ما هو السكريبت مشي انا بمثل كثير منيح على فكره انت ما خصك وجوزيف كمان سامحونا ممثلين مين كاتبون هول بعدين بنخبرك هلا برني كبري ليلى هلا كبري اكيد اعطيك كتف يلا نصيف زهقنا نصيف 3 2 1 اكشن يقبرني موديلك بقول لك يقبرني الله موديلي ليك هتطل ليك ليك هالصاروخ شو هال ما في كلام جديد شو هالرز هيدا هيدا من عندك لا هيدا انت من عندكم كفي كفي الله عطيكي كل شيء إلا شغلة واحدة بتعرفي شو؟
ما بدي اسمعها هالشغلة. بس ما بتقعيني انا مش من عندي. لحظة شوي. مان عاملين لي نص ثقيل. هو صعب بسألته. ما لأنه لازم تبرر انه طيب ارتجل من عندك. ارتجل. ارتجل. بدنا نعمل مشهد. نعمل مشهد. محتشم. كتير. يا حلوة امتين بدنا ناكل تين. خلينا اذا بدك ترتجل اليوم ومشهد رومانسي وانت التقيت بليلى بن خليفه كيف تبلش الحوار؟ انا التقيت بليلى بن خليفه بغني لها ما انا قاعد صعبوا علي اعطيني المايك المايك مايك مايك سمعت المايك افتكرت بلشت تغيب عن الوعي بدي اياها يلا هيك أفضل هون أريح هون أحلى هون أسهل رح اطلب منك هلا عندك تحدي يا رب بدك تغير تيبك نعم رح نلبسك تيب رجل امن ورح تروح على مول أوكي. قريب من الام تي في وبدي اطلب منك تعمل هذا التحدي رح تكون انت واقف كرجل امن وعم تستقبل كل الاشخاص واصلين على المول خلال هذا التحدي رح يكون معك الايف بيس تبعيتك وكل شيء بقول لك اياه بدينتك بتعيده وراي اوكي ريدي فور ذا تشالنج نصيف لبس تيب السكيورتي عم بيقولوا لي نصيف صار ريدي نصيف عم تسمعني نصيف عم تسمعني عم فوت انا عم تسمعني نصيف عم بسمع يلا نصيف بدك تكون جد كل شيء بقول لك اياه بدك تعيده وراي مدام لحظة شوي ايه مدام شو مخبية بالجزدان؟ لحظة شوي شو حاطة بالجزدان؟ في ممنوعات؟ كنت جوا يا عمي في ممنوعات؟ بشرب سيجارة في ممنوعات؟ لا يا عمي لا مدام جي زمر كتير لأنه هيدا هيدا مدام بس سؤال جاية تشتري؟ بس سؤال جاية تشتري ولا بس كزدرة؟ فايت تشتري؟
عالسنة وقف شو في معك؟ هلا وقف 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 شوي مع بومبون بدي اعزبك حطي جزينك على الطاولة مدام مدام بدي اعزبك حطي معلش معلش ايه بس ترجع تفوت من الباب بليز ترجع تفوت من الباب ما عليك كون سيريس معها هون سألها شو برجك شو برجك إلا شو برجك ما عم بمزح فير رأيت لك فير رأيت لك شو اسمك مدام شو اسمك مدام ما فهمت انت جاي على المول جايبه معك اغراض نو انت جاي على المول وجايب معك اغراض انه جاي تبيع اغراض بالمول في محلات جاي تبيع هنا في محلات اغراض سوري دونت سبيك عربي دونت سبيك عربي راشن شي سبيك راشن مان راشن صعب شيل عويناتك بليز شيل عويناتك ليش تحسب باطل اوكي وقل له وقف هون وقف هون ارجع لورا ارجع لورا فشختين وقف هون ارجع لورا فشختين اوكي جرب قري شو مكتوب على جرب قري شو مكتوب على المتل ديتكتر خليه يهجي لك شو مكتوب على المكنه تنشوف اذا نظره منيح قري لي هيدا بتقرا لا بده يشيل عويناته بدنا نشوف نظره شيل عويناته اوكي نسيف اوكي رجع فشختين لورا وشوف اذا بعد بيقدر يقرا لورا رجع فشختين لورا اقرا لشو صعب وفايت كمان طلع لبرا انا قال له شو اسمك انت كمان اسمك نصيف اهلا وسهلا فيك نصيف شفت شفت الايام كيف برمت يا نصيف شفت الايام كيف برمت شفت الايام كيف برمت يا نصيف يلا ماشي الحال نصيف عم بشتغل سيكوريتي ليك شغل مش عيب اصلا وبعدين بتسلى من عشية ما عندي شيء ما عندي شيء من عشية بتسلى بتسلى المساء تفضل شو جاي تعمل احضر سيناء اي فيلم تفضل اي فيلم ترك ايدك على ايده رامبو رامبو طب خلص ترك رامبو انت مفكر انت رامبو بالحياة خلينا انت رامبو بالحياة خلصت استعجل ما تفلت له ايده قل له انا بحب رامبو تعال روس وانا بحب رامبو طب يلا خلينا نحضر فيلم سوا تشتري لي بوب كورن اجوا الزبونات تفضل مدام 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 لحظه شوي ما في احترام للسكيورتي بس شو في سكيورتي واقف شو في معك اغراض شو بيكون معي اغراض في ممنوعات لا انا بستحي اطلع في ممنوعات انا ما كثير بحب اطلع بس انا انت اطلعي وخبريني بس هو سؤال مش هالوجه مش هالوجه لا وجهك مش هالوجه بس انا علي اسال لانه انا سكيورتي في شيء هون انت تفر انت تطلعي وخبريني شو رح تعملي شو عندك اليوم هون شو بدك تعملي هون اي سترو بعرف ما خصني بس انا عم بسال ايه ما خصك شو جاي اعمل شو انا بدي جواب مدام معلش انا سكيورتي ولو بس انا بدي جواب مدام معلش يعني فايتين بنتين لحال لو كوب كنت قلت فتش جزئين لانه زمر ليك الا فايتين بنتين لحال بس هيدا نصيف نصيف انا لانه في كاميرات لانه ما فيني نصيف الا فايتين بنتين لحال فايتين بنتين لحال ليديز ليديز نايت هي الخميس مش اليوم الخميس ليديز نايت مش اليوم انت ما زمر ارجيني شو ما كنتك بعشي لا مدام ولا تفضلي هون
لاعي وفوتي. صار معك فرير. بدي عزبك تشلحي من اجريك. بدي عزبك تشلحي من رجلك. لوبيير. من معروف. لا شكرا كثير. بدي لها لمونة خليت فوتي. لا مش ست. لا انه فايتين بنتين اليوم. لا ما مصور كاميرا سوري. تفضلوا رح يسبوني يا زلمه رح يسبوني. تفضلي مدام. الا انت عملنا وجر. تفضلي انت عملنا وجر اليوم. تشتغل هون؟ تفضلي. اوه جالا ورا. خليه يسالوا على الايفون. شو عم بتدخن؟ سوري شو عم بتدخن؟ بدك ترجع تفوت على مي معلم. انا اسف. شو عم بتدخن؟ هيدي سيجار. ايه بس بتضر. نصيف اخر ضرب لك تركك فري ستايل اعمل اللي بدك اياه. هاي هذا حبل حرام. يلا ها وقفه سوري بس حط التليفون هون. فوتي ليش عم تضحكي؟ اول مره تجي عمول؟ لا عم تضحكي اول مره تفوتي عمول؟ إلا كلك حديد. أوه كلك حديد. أو لا شو فيها هيدا الشنطة؟ فيها ممنوعات؟ ممنوعات؟ لا وين رايحة؟ بدي أروح عند الشغل. شو بتشتغلي؟ مش عم بشتغل بالأباسية. بتشتغلي بالأباسية وليه فايتي على هون؟ أنا سكرت من هون. رايحة تخبريهم ها؟ وظيفتك؟ تجي بتشوفي كيف الشغل هون وتخبريهم هون هيك. تجي بتشوفي كيف الشغل هون وتخبريهم هون هيك. حلو كثير. تفضلي على السريع ما تطولي. ما حنخبرها. سوري مدام. هيدي هون بالمرة. مدام البنت لإلك؟ تفضلي. مدام البنت لإلك؟ البنت لإلك؟ البنت لإلك؟ ايه في اوراق ثبوتية؟ في اوراق ثبوتية انه البنت لإلك؟ يا ربي حدا قدي بيحبك. نصيف زيتون كنت رائع. نصيف thank you so much. نصيف تعب بسرعة نطريدك بالستوديو تجي دغري على الستوديو. نصيف زيتون كنت رائع 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 رائع. برافو لكل هالارتجال اللي انت كمان طلعت فيه. نصيف سي يو كي رائع. ها مش معقول.